سلمى. يا سلمى اجي غادي نعزل لك داكشي اللي غتوجدي. غتخليهم عندك تيكبروا شويه. اجي انت هادي بكاين لاش هاديك زينو. هادي زينة هادي هادي حتى هي زينة. وهادي هاديك عذبتنا ثلاثة المرات وهي كتهرب لينا. دابا كتعرف تربي حتى العود. عندك جاية جاية بركة من الدار بارك الله. طولي عمرك. اش يسموك؟ أرميدة. غير أنا ما نبغي هاد السمية. سميت راسي ضو الصباح. أنا اسمي أنا عارفة سميتك. سمعتك مني كنا في ذاك الخلا. هادي خابية ما شفتهاش انت بصير حق ولا عليك. هادي غير خابية قديمة تكسرت. خابية قديمة تكسرت مانيك عارفة قصة الزين اللي داريه. لا مالك فضلت يا درمل. بغيت تفوج على الناس يفرحوا ويرقصوا. ربي خلق الغناء والشعر باش يرفع الناس والفله وغايه. الا بغيتي تكوني فنانه لازم تعرفي حكايه الزين للدريه.
بغيتي تجربي؟ عارفة علاش دلك حل؟ لحقاش فضل كتبان الروح بحال المرايا على الروح كحلة؟ وشنو؟ الروح خبيثة. ما عمري ما شفت شي دول بيض على بالها. حتى حد ما عنده دول بيض. هي حتى حد ما صالح. دو صباح خطير باش تشوفي الخطيب ديالك عاوتاني. كتب لينا نتلاقاو الى حنا ولا الراجل في الدار اللي غادي نمشيو ليها. الرجال يبغيو الزين وانا غادي نخليه يهرب مني. وانتوما تقل من الرصاص. يلا شاد الويل جمعي العجينه بيديك بزوج ولا غنهرسهم ليك. كتسمعي؟ طلقوا راسكم انتوما. موضه كيخاف من المرض بحالاش انت شفتيه؟ لا ولكن قالوا لي كيخوف من الموت من المرض. إلا قرب لي العادي مرض السول. باش؟ السول مرض الريا كيقتلو ما عندو دواء. تصبح بتخوفيني شعافك. مالك انتي فيك موت بزاف؟ شوفي أنا راه ما كنبغي حتى واحد يتمرض من عليا في هاد الدار. أنا صحة سلام راه غير شرقت. حيت ما كتسكتيش من الهضرة. أنا بغيتك العواقة إن شاء الله. يلا ولا غنقلب عليك هادشي كامل. سردي راسك.
سيدي جبت لك الخادم مولة العود. شكون اللي علمك تعزفي هاد العود؟ أرى داك العود. أنت ما كتكلمي ما كتحركي ما علمك شي صواب؟ ولا عليك سيدي، تعلم شي جبدات بالمشوط والطوع، أنا غادي نتكلف لسيدي بها. اسمك الله عود الورد. اسمي عود الورد. عود الورد. نعم تشاورتي تهزي هاد العود معايا. شاورت معايا وانا اللي عطيت هذاك العود. عود الورد رجعي غدا بحال هاد الوقيته نعلمك نغمات اخرين. هي دابا الخدمه قبل اليوم الشان. الهادي يلا تحركي وانتي عاجبك راسك. شد وسيري سكوني تما. يلا لا حطيها فوق قاعك حسن. العنطيفه اللي قالتها لك ما مشيتي حتى هرستي كل شيء. والله غير لما خرجت منك الزيت الانكوريه. يلا جمع عليا هادشي كامل والتربه. يلا جمع
تبارك الله عليك عاد الولد هكذا يكونوا الخدم ولا لا؟ قالك غير شويه وتولي شيخه بالحق خصاتك وتكسري بريح الزمان. أوريجينال كاكاو شاي وكريمة لذيذة محشوة في أربع طبقات كوفيت مقرمشة. الليلة ديال غدا الضيف غادي ينتخمو اختك غادي يطيبو لها رجليها من الوقوف. قال لي سيدي نعزف للضياف غدا. تعزفي للضياف؟ قالها لي من بعد درس البارح. خادم خادم تعزف للسياد والضياف هاد الدار؟ سكتي غادي تبدعي لي البلا وغيسمعوك. ما تخافيش عليا. وشنو مخوفك؟ مهما الوتر ما بقى تخافي عليك. فهمتينيش؟ غير البارح غير البارح انتي ما تسويش بصلة خادم باعو فيك وشراو وهانتي اليوم اصبحتي فنانة وحتى حد ما يقدر يعزف على هاد الحالك. شدي فهاد النعمة اللي عطاك الله وعمرك ما تفرطي فيها. وعديني عمرك ما تفرطي فيها. انا وعدك. خايفة من غدا؟ سير مالهم تخافي باش راه تخفي قدام ناس دواقة مهوبين لما تحسي بهم كيشوفوا فيك وكيتسناوك وقتاش تبداي ما غادي تلقاي تسمعي إلا النفس ديالك طالعة هابطة وقلبك تيضرب باغي يخرج من صدرك. نوصيك ما تشوفيش فيهم ما تخميش فيهم بالكل. كيفاش كيفاش نخمم؟ خمي في هذا الخير اللي عطاك الله. خمي في هذه الانغام اللي غادي تخرج من ذاتك حتى كتوصل لهاد الصبيعات وكتبدا تقطر على العود نغمه نغمه. ما تخميش غير في العود اللي بين يديك. لا طيري بيه رحلي تيهي في الصحراء وخلي قلبك وجوارحك ياخذوك البعيد.
أنا في ضراري حار طبيب معلم عيار وانتظري الحلاي خيرنا في ضرار كيف حرير المغزل عشاقه بالمطار رفقت كرفقة وتماديتي في العار من بعد غير عزل اللي ما جابته محبة برشاقة ما يجيبو تحزار وكيف قال الناظم ديالنا السي بن عيسى لهلاي خيرنا في الدرار سيدنا هاد الليلة ماشي أنا اللي غادي نعزف لكم انتظروا تسنوا بالله ولكن عندي لكم واحد المفاجأة مدخمة يشرفني ويسعدني نقدم لكم واحد الموهبة من أجود ما علمت نقدم لكم عود الورد عيني شفتهم كلهم سمعت كل شيء الدار كانت غادي تطيح بالتصفاق ديالو الحيوت بدو كي تزعزعوا كمنا نعسوا كنت شفتي نفسها باش من حالها كان ما بقاش يفوجهو نقطة ديال الدم وسيم شنو قال لك تاوا كان كيصفق ما قال لي والو سالات غادي يحفظ اخرى غادي تبدا يحسن عوانها نعاون الله اش يديروا فيها عيالاته والله على مشربها الحنطه
لا اعتبر لا لا راك تندمي سيدي امر ما عندي كي ندير عرفتيش كي تسنى كي راه تخططي هاد العتبه غادي نكون غير في الفوقي لا عود لبرد ما تمشيش تلقي عفاك لا عود لبرد عود لبرد عود لبرد من اليوم هذا هو بيتك ريل البحر بعدك على الصحة طلبات ما يا سلام ولكن مازال خاصها تتعلم بالحق عندها عندي لك واحد الرغيبه الخميس الماجي ان شاء الله بغي ندير واحد الحفيله ياك يا الخادم ديالك جيت طربنا واخا بشرط غادي تجي تنشط لينا مارين الدار كل فرح مطلوبتي غير الموجود شميتي ريحة بيطانك مالنا الطاجين بارد باغا تمرضيني يلا هزي وجيب واحد اخر تحركي رجال قولي امين صباح مالك خاصنا معايا حدي قدامي عافاك خلينا ندوز مالك فمك شكون اللي جرحك ماشي شغلك ادي نسواق شويه وخليني عليك تبارك الله عليك البارح الناس كانوا غادي يخرج لهم العقل بالتصفاق باقي لهذا الشيء علاش عرضوني شكون غادي يقدر يحكم على العزف ديالي من غيرك انت سيدي ومولاي ياك
انا ما عجبتيني شيء البارح. ماشي عز هذاك واه نسيتي راسك؟ يلزمك تعلمني اشنا هو الفرق ما بين العزف المتقون وما بين الترويج. تقسيم عنده قواعدو باش هو السلاح على حصار. انت سيدي اللي علمتني نطلق راسي مع النغمه بلا ما نخمم ونعطيها روحي كامله. كنعزف بلا 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 بالعقل. ماشي عزف هذاك. سمعتي؟ عندك الحق سيدي، مازال خصني نتعلم باش مازال باش يعجبني. جاوبي واش ترجعيني ضحكة؟ صغري ما قيمتي قدام الناس وتباني انت احسن مني. انا اللي علمتك وعطيتك كل شيء، علاش كتقلبي؟ قولي اسمعها منك. طرق عليا وجهك، ما باقيش نشوفك. يلا علاش ما جيتيش هاد الصباح تاخدي الدرس ديالك؟ حتى العام سيدي اللي قلتي لي نمشي. سديش عليا ملي نكون غضبان. هذاك الكلام ما قلتوش من قلبي. يلا وجدي باش تاخدي الدرس ديالك.
شنو صباح عقلتني بغيت تهربي كانوا جايبيننا في الصحراء وانا مشي على مره بغيت نهرب ما عقلتش اش من نهار هو نهار حفر القبر عقلت وعلاش ديك الساعه قلت كان ولادي حمقى فين بغات تمشي غادي غير تلف الصحراء وتموج ما تلقى حد اللي يدفنها حتى انا دابا بغيت نهرب انتي تهربي فين غادي تمشي بالسلامه شفتي هذاك السطح الكبير اللي لهيه لحد المدرسة ماشي هذاك بعد منه مازال على الشمال لحد البرج هذاك ملي كتغيبي مع الوتر كتحسي براسك طايرة واش تقدري توصلي حتى لهذاك السطح نقدر نوصل وبعد منه مازال بعد من صوار المدينة لحد الصحراء وشي مرات بعد منها كنحس راسي فهم شنو بغيت تقول بغيتي تقولي بلي الموسيقى تقدر تديني فين ما بغيت بلا ما نتحرك من هاد الدار هما ما عندهم غرض بك خصهم يصفوا روحك وتحلمي بالعماله هو ولا النساء ديالو هادشي اللي بغيتك تفهمي مزيان اختي ارتكب كيفاش قاعد لك ولي استغفر الله العظيم قياس الخير هذه 7 ايام ما شرك معايا اكثر من صباح الخير حتى انا زيدني عليك هذا الخدم استغفر الله سحراتو ها كتكلم الوتره كيطرفا معاها مصاك وجات غير في الوتره البارح بقيت حاضيهم مسترجم بان لي شريف مول العقل فاضيه كلا بعينيه ايوا ايوا قالت كيلمس ليها بداك جوج صغيبات اللي عندها والخادم سلات العبيد قالت كتحلول ملعود في يديها الله يستر دايره فحال شي جنيه حيدي 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 بعدي مني ما تسنوني شي بغدا نعم اسمي كتعرفي تشدي القلم والدوايا لا حكاية كتعرف تشد غير الوتر أو لا لا علميها بلا ما صيفطوها لدار رفيقيها رفحات عليا هي الحبيبه كتعرف تضرب عليها العود وكتقرا وكتكتب وعزيز عليها تتعلم او لا لا تبارك الله ما واتاتكم غير القصارى يلا فضوا عليا من هاد الجمامع ديالكم وكل وحده تشد فراشها شنو كديري انت هنا طلع لبيتك شوفي شنو داروا لها مسكينه حرام عليهم قالك سيدي وزي راسك جوج حفلات فهاد الليله دار الخميس بعد ما تسالي دار الزامعي
الموسيقى تخص الإلهام والموهبة والسجية والطرب. بلا سجية بحال شي رجل إذا دخل على امرأة بلا عشق بلا شهوة. فهمتي؟ لا ما تفهميش. الموسيقى نابعه من المحبه، وانت يا عود الورد كلك محبه موهوبه تبارك الله، وسجيتك فايده من نهار دخلتي لها الدار. قلتها مع نفسي وفهمت وعرفت وبان لي فيك واحد البريق، واحد النور. داك النور اللي طاح مني، لا لا ما طاحش مني، عمرني ما كسبتو ولا كان عندي. منين منين شفتي هاد الرقة في الحس؟ ها؟ علاش ربي اختارك انتي؟ علاش انتي؟ ولا اللهنية علينا، شهيت شي طويجن وخزيرة بحال على ما الله وجدته ليا. وماشي غير الشهية اللي رجعت، زيانيتي وسمانيتي والشعرية اللي تقولي سالف عبلة شي حاجة تما. ربي بلاني زوج حاجات، خلقني مرق ومرق حلا، ولاني رزقني بحاجة ما عندها ثمن، عطاني العقل. عود الورد دينا وانا كنقلب عليك. صباح الخير سيدي. ايه فين وصلتي مع النوبة الجداد اللي عطيتك؟ حفظتيهم؟ معليش لا زربة على صلاح. دابا العزف ديالك صباح من غم كتر فرق الله عليك، وانا راه ما بغيش نلزم عليك شي حاجة ما بغيهاش في خاطرك. بالحق لازمك ترجعي تاخدي الدروس ديالك كالعادة. عود الورد عود الورد كناخذ العود كنبدا بحال اللي قلتي، كيصفقوا عليا الناس كترجع فيها الروح.
راسي بنادم. كنقول في بالي نقدر ندير اللي بغيت. كنا كنش عبده. شكون كان انت عبده؟ يقطع لسانه اللي يقولها. انت عود الورد ديالي. انت النواره اللي جاياني من الصحراء. انت الشميشه المنوره حياتي. انتي توعيني. عود الورد. ياك ما خاطرك مخير نسيت. تاخد بخاطري اللي ضقت فيها. حاجة واحدة اللي بغيت. حرمني. انت بوحدك تقدر ترجع لي حياتي اللي شريتها بمالك. ولا بغيتي تبقى ديما سيدي. وانا حداك. خليتك. انا عارفة كتعزني في قلبك. انا ما عندي حتى حد من غيرك. اش كاين؟ لاله زهور بغات تمشي لدار بواها. نسافت معاها مسعود. قول لها حتى نرجع. كلها يومين وانا معك. طريق السلامه سيدي. شرب. Ha ha ha!
شد معايا شد معايا. هادشي فين كتوصل الخفة والزاقة. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر. هاني الموت هاني. يا ربي يا ربي يا شدي علاش نامتها ايوا علاش نامتها حاجة ما بقات معمرة لها العين فات فيها الفوت كون غير بقات في الصبعان والعود ما خفاش عليك سيدي اللي بها سيد الحكيم أندرا نسيت أدخل خلات أنت حال فنان نفسه ديما هيفا العزف هائل واليدين كيخرجوا يعني الروعة هذا الشيء علاش بغيناها تبرا يخليك الأمل من الحياة خصكم تكونوا معاها وتاخذوا يديها وتوقفوا معاها وتحتالوا معاها وتصبروا حتى يتبدل هذا الشيء الله يجزيك سيد الحكيم بارك الله فيك شوية قال لك سيدي بغى يشوفكم كلكم اللي بغى يمشي يتفرج الله يعاونه مناش بلاش غنمشي نتفرج بوحدة حمقى وناخد بنتي تتفرج بالخادم كتلعب العود هو صافي هادشي اللي بقى كلمة سيدي ما كطيحش الأرض
ولا بغيتي تعصي راجلك؟ راجلي؟ إيوا على راجلي. هذه خمس شهور ما حط رجلو في راشي. الله يقطع الرجال إلا كانوا في حاله. عزفي كيف ديما قلبك عود الورد عود الورد تقدر صبري واش هاد المدة كلها اللي قضيت معاك باش رجع منك الثنانة ديال الصح تمشي هكذاك عود الورد إذا ما بغيتيش تعملي لي خاطري أعملي الخاطر لهاد الصبيان سيري شوفي شغلك أنا معه البارح فريق قبل ما يبدأ سيدي يعزف الضيافة ودوا عليك قال لي هم مازال مفكرين عود الورد إوا هاد الموسيقى اللي غادي نسمعو كان هديها ليها كلهم جمعوا وقفة وبداو كيصفقوا هاد الليلة غادي نسمعوا نوبات كنعرفوها لكن من يد شي حد عزيز توحشنا كاملين لا مرحبا بعود الورد معنا مرحبا ما عرفش كيف يدير باش يصلح الغلطة ديالو ما عرفش كيف يقدر باش يجمع الزين اللي داه الريح اللي تبعت صار في ربوع الدنيا
الغلطة ديالي. لا لا هادشي ممتاز، راه تكلمات تكلمت عود الورد وكلامها وعزفها كله معني، ولكن خرجت الألم اللي فيها مزيان. أنا سببها، أنا اللي قضيت عليها. ما فهمتيش المعنى؟ الزين اللي بدا الريح خصك ترتاح شي شوية. باب الضيفة جدا ديالنا، سمعت انتي فنانة موهوبة. عود الورد خصها شي شوية ديال العناية وتكون بخير. كي تتعرف دكتور بدنا مجهود كبير في معالجة هادشي بالموسيقى. أول مؤسسة تأسست تعالج بحال هادشي ترجع تاريخها على ما تظل 1268 في عهد السلطان بن يعقوب. هاكي خصها شي شويه ديال الثقه تولي لها نفسها. اما الاضطراب اللي فيها اضطراب عاطفي ماشي اضطراب عقلي. فارابي بن سينا ولا بن البيطار في طبيعه الحال، ولكن يا دكتور اضطراب الموسيقى. يمكن لها تبقى بهذه الاله ديالها اللي معها. خصها تعزف وتعزف وتعزف حتى تبرا. قال لي الدكتور بوحصيرة بلي انتي خلوية، الا ما كنتي عيانة يمكن نجيبو دويرة ونعرفك بالناس اللي غادي تسكني معاهم. ما تتخوف، ما تتخلي حتى شي حد يدير شي حاجه. الحسد الحسد حتى هنا فيه الحسد. رحمونا كي دايره؟ هذه هي الرحمه المكان هنايا. ساعه ساعه تغني الناس شي اغنيه الصوت اللي عطاها الله. انا مش حمقى توما كي وليتي لاباس؟ الله دخلت ليا تنخرج انا. هادي تزوج عليها الراجل بلا ما يخبرها. ماشي
ماشي دابا، مرة أخرى، مرة أخرى. شكرا، شكرا. البيت ديالك. سيدي حرام عليك هادشي اللي دير في نفسك، ما بقيتي لا كتاكل لا كتشرب لا كتنعس، نجيب لك شي القيمه تعتق بها الروح. مش غادي نفيقو حتى الغدا واخا؟ واخا قلبي يموت بعملة سنوي الحال قبل ما يتقتل وديكو بالرمل وعينيكو بالظلام قرقبو قرقبو سواد البحر
وقفة بالدم البناء من اللي فاك يخوض الخشاع هذا الطيب ظهرها خاص ديالنا وقفة الذاكرة تسين هو معنا وكتخل المشريها خاسة الله يشفيه كتقلب المدينة وهذا كتخل الدماء هذا الرسام الكبير ديالنا بلقى تيقلب على آدم وحواء لما طال عذابنا والبعد عن الديار لم يسلو قلبي عنك إلا بجميل الأخبار يحيى الدين الشاعر المحبوب حكيت لك صديق كنتي قاعدة على هذاك عرام في الكتوب هذا المحل خصو شي تخميلة الكتوب ملاصقين بالهضرة وبالغبرة والغبرة والهضرة والغبرة شي حد بغا يشوف بغيت نشوف واش عرفتي هو Yeah, yeah, yeah. Parfait.